استجابة متفاوتة شهدها اليوم الأول من الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية السبع، حيث اختلفت النسب من ولاية إلى أخرى، وكشفت أرقام البيان الذي صدر عن التكتل ولايات سجلت نسباً ضعيفة كولاية تيارت التي كانت النسبة فيها 20%. عودتنا أن تيارت النسبة ما تكونش يعني مرتفعة جداً، يعني في حدود يعني ما استطيعش في حدود بين 20 إلى 30%، يعني والإدارة قادرة أنها تعطي أي والإدارة أنها من حقها أنها تعطي أي نسبة يعني تشوفها موجودة على الآخر. أما نسبة الاستجابة في ولاية البويرة وباتنا فتوقفت في حدود 40%، وفي ولاية تيزي وزو ورغم الاستجابة الكبيرة التي لقيها الإضراب في الابتدائيات إلا أن الثانويات سجلت نسبا محتشمة مقارنة بالأطوار الأخرى. Le taux faible également, on ne dit pas qu'il est faible. Tout de même, en le comparant au primaire, FN peut-être FN des lycées. واللافت للانتباه أن ولاية الجنوب لم تكشف على نسب الاستجابة للإضراب كولاية تمن راست بحسب ما جاء في بيان التكتل النقابي. النسب المعلنة عنها وبحسب متتابعين لا تعكس فعلاً أهداف التكتل الذي كان يتطلع لتحقيق توحد النقابات، حيث لم تسجل أي ولاية نسبة 90% في وقت كانت النقابات تشن إضرابات بصفة منفردة، كانت النسب في بعض الولايات تتعدى 90%.